السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اول ظهور لإيمي سمير غانم بالحجاب بعد اعتزالهم التمثيلي، يا ترى ايه حقيقة الامر بالاثبات؟ طبعا واول رسالة من دنيا سمير غانم طبعا ردا على موضوع اعتزالهم الفني والتمثيل نهائيا، وزيارة للمقابر، ورسالة مؤثرة جدا جدا. تفاصيل كتيرة باختصار، بس زي ما تعودنا نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه افضل الصلاة والسلام ونبدا على طول. النهارده السبت، طبعا بالامس كان الجمعه، اول جمعه تمر على وفاه دلال عبد العزيز. شفنا دنيا سمير غانم عند المقابر هي واخو الفنان سمير غانم، والكل استغرب عدم وجود ايمي. يعني ايمي اول واحده كانت دايما بتروح، ووالدتها ليه ما راحتش؟ هنعرف، وهنعرف راحت امتى. طبعا ايمي كانت دنيا كانت منهاره جدا وبتقرا قران، وللاسف الكاميرات كانت مراقباها جدا في لحظات صعبه ولحظات انهيار. لكن دنيا كانت رايحه بشعرها، ما كانتش لابسه طرحه ولا حاجه او مش محجبه، فناس كتير انتقدتها. وانت رايحه المقابر حتى لو مش هتتحجبي، كان الاولى انك تروحي لابسه حجاب. او حتى جماعه قبل كده قلت ان الستات والرجاله، ان الستات ما تروحش المقابر ولا تحضر الجنازه والدفنه، والناس انتقدتني على النقطه دي، على الرغم ان ده ما كانش ينفع، ما بينفعش الزحمه والاحتكاك، وان ده حرام كمان. عموما مش موضوع اتكلم فيه، بس وجود دنيا بالامس بشعرها اكد انها ما اعتزلوش، اكد انها ما اتحجبتش. النهارده السبت شفنا ايمي سمير غانم راحت هي وحسن الرداد تزور والدتها، وما راحتش بالامس، وده بسبب الزحام الشديد اللي كان متواجد، فما حبتش انها تكون موجوده، خصوصا ان الصحافه بالفعل مراقباهم اي وقت بيروحوا، خصوصا يوم الجمعه بيكونوا متواجدين امام المقابر وبيصوروا لحظات كتير. النهارده شفنا ايمي سمير غانم وهي رايحه هي وحسن، ما قعدوش كتير، ولكن كانت منهاره جدا جدا، وايضا ما كانتش لابسه حجاب. اللي اكد كل الكلام ده كتر الشائعات على السوشيال ميديا ان هم اتحجبوا، واحنا كنا متوقعين ده، خصوصا بعد الالم الكبير اللي مروا بيه. لكن ايمي كانت نشرت صورة ليها وهي لابسة الحجاب، والناس توقعت انها اتحجبت، والموضوع ده مش حقيقي خالص. شفنا الرسالة اللي دنيا كتبتها، شكرا لكل الناس اللي بتحبنا واقفة جنبنا وبتسأل علينا وبتراعي مشاعرنا. اكيد بتراعي مشاعرنا، دي ليها هدف، خصوصا الوسط الفني كله محدش راعى شعورهم. قال ده طبيعي بين الاصدقاء والاقارب، لكن انا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا ما بقاش جمهور بس، طبعا ان احنا نقدم له اعمال. احنا ما بقاش جمهور، بنقدم له اعمال، انتم اخواته وحبايبي وكلام كتير، وده بتأكد انها ما زالت هتقدم اعمال سينمائية، انما ما قالتش ان انا كنت بقدم اعمال او ان احنا اعتزلنا التمثيل، وده اثبت وللأسف انهم لسه متمسكين بان دي مسيرة والدهم ووالدتهم ولازم يكملوها، وما عندهمش اي احتمال انهم يتركوا الوسط الفني والمجال الفني. طبعا للأسف احنا توقعنا وكلنا كنا متوقعين ان هذا الابتلاء الكبير او العظيم اللي هم اتحطوا فيه هيكون هداية لطريق معين، او انهم يكونوا يتمسكوا شوية بعادات او بدين اكتر من نقول اي حاجة تانية، ولكن الله اعلم النيات فيها ايه. هم ما قالوش ان ده حاجة مرفوضة او دي حاجة حرام زي بعض الممثلات، ولكن هم قالوا لسه الفكرة مش في دماغنا دلوقتي خالص، وان احنا لسه مش مؤهلين ان احنا نتحجب او ان احنا يعني نترك التمثيل. كانت من وصايا سمير غانم رحمة الله عليه انهم ما يتحجبوش. على فكرة يا جماعة، كانت ليه وصية وهو اعلنها في التلفزيون قبل كده، خصوصا ان الفنانة دلال عبد العزيز في مرة اتحجبت وهو رفض ده، وقال ان فكرة الحجاب بتقل فرص التمثيل عند السيدات. ربنا يرحمه. طبعا اكيد كل واحد له ما له وعليه ما عليه. بشكركم جدا، ادعوا لي دنيا وايمن ربنا يهديهم ويثبتهم باذن الله. سلام عليكم.